السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في استوديو الإخبارية. السائح السعودي بين مطرقة الاستغلال وسندان غلاء الأسعار، وقضايا تدبر للسائح السعودي بليل لاستنزاف أمواله واستغلاله. أهلاً بكم. كشف استطلاع حديث أن 66% من السياح السعوديين يتعرضون للاستغلال، وباتت السياحة اليوم أحد أهم القطاعات الاقتصادية في العالم، والتي تلعب دوراً بارزاً في تنمية وتطوير الدول، فيما أكد المختصون أن انتشار العديد من الإعلانات التي يتم من خلالها الترويج لبرامج سياحية خارجية تستهدف السائح بمستوى يضاهي تلك الإعلانات الترويجية للسياحة الخارجية. طائرة قادمة وأخرى مغادرة، وصالات المطار تحتشد بالمسافرين، أيدي ملوحة وأخرى ممسكة بحقائب السفر ما بين وداع وحط رحال. جاء موسم السفر وجاءت معه المخاوف من الألاعيب المدبرة من قبل بعض شركات السياحة التي تستهدف جيب المواطن قبل أن تهتم لمقومات سفره، بدءاً بتأجير الفنادق وأسعارها الباهظة، ومروراً بالمطاعم، وانتهاءاً بالأماكن الترفيهية والمتنزهات. استغلال واضح يعرض المواطن لموقف حائر ما بين الاستعانة بتدبير الشركات السياحية وبين خوفه من أن يخدع أو أن يحتال عليه. هل حب البذخ والمظاهر جعلت من المواطن كبش فداء لهذه الشركات المحتالة؟ أم أنها قامت باستغلاله كضحية يتشارك في انتهازه كل من بيده ذلك؟ أهلا بكم مشاهدي الكرام، وأسعد الله مساءكم بالخير واليمن والبركات. ضيفي وضيفكم في هذه الليلة للحديث عن السياحة، وتحديدا استغلال المواطن السعودي الذي يذهب للسياحة سواء في الخارج، وحنتكلم في جزئية تختص بالاستنزاف أيضا أو الاستغلال المواطن السياحي في الداخل في السياحة الداخلية، الأستاذ محمد المعجل رئيس اللجنة السياحية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض. أبو إبراهيم مساك الله بالخير. يا هلا والله مرحبتي، شاكر لك تلبية الدعوة. يا مرحبتين. موضوع ساخن وإحنا على أبواب، يعني يمكن مع نهاية الأسبوع يعني تحزم الحقائب وتشد الرحال بحثا عن ما يسمى بمصطلح السياحة لدى الأسر السعودية مجملا وليست حتى لدى الأفراد. تغيرت ثقافة السياحة، أن أصبحت السياحة بالأسرة حتى في الخارج كانت محدودة، يعني قلة ما تسمع فيها، أصبحت موجودة بشكل يعني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا مفهوم السياحة الآن تغير كثير عن لما قارناه مثلا في قبل 20 سنة أو أكثر، خاصة مع وجود الهيئة العامة للسياحة والآثار، وفي حملات إعلامية وتوعوية ويعني حث المواطن على السياحة بذات السياحة الداخلية، فبالتالي الوعي السياحي للسياحة والطلب على السياحة زاد كثير عن أول يعني، وهذا ينتج عنه طبعا بعض يعني ايجابيات وسلبيات يعني. هذا على الاقل يمكن في الطرف السياحه الداخليه نحن توجه الحكومه في هذا الجانب، لكن قضيه السياحه في الخارج لما تنشطف تقول يعني تسوح فيكون عندها ايضا من الخيارات السياحه الخارجيه. قضيه السياحه الخارجيه اصبحت هي المؤرق للمواطن او السائح السعودي، خلينا نختصرها للسائح السعودي في الخارج. على جزئيه الاستغلال للداخل هذه بخليها على حد لانه حيثياتها تختلف كثير عن الخارج.
وخلينا نتكلم بكل صراحة، القلق الموجود الآن خليني أقول لك المتنامي عند كثير من السياح، وأصبح في السنوات الأخيرة مع ما يسمى بالربيع العربي أو الخريف أو الصيف، سموا ما تشاء، بأن أصبحت محدودية الذهاب، أتكلم على الأقل في المحيط أو الإقليم العربي، الدول المحدودة في هذا الجانب القلق عليها، رفع ساهم في السياحة الداخلية ترتفع، لكن زاد من قضية الاستغلال والأزمات للمواطن في الخارج عندما يذهب للسياحة. توافق هذا الرأي ولا لا؟ والله ما في شك ان كانت في وجهات سياحيه متعدده في العالم العربي، بالذات نقول مثلا مصر، سوريا، لبنان، الدول المجاوره هذه هنا تقريبا هي الثلاث العربيه. نعم يعني هذه كانت تجذب السائح السعودي، سواء الاسره السعوديه او سواء الفرد السعودي، ومع التغيرات اللي عندها والامنيه، فبالتالي السائح السعودي احجم عنها، يعني هذا شكل طبيعي، واثر هذا على زياده السياحه الداخليه او فتح وجهات سياحية أخرى، مثل فتحت تركيا بشكل واضح، في دول يعني أخرى أو بعضها. الأردن فتحت أيضا. الأردن زاد فيها الطلب، يعني عليها الطلب. الآن نجد الطلب الآن أيضا زاد على أمريكا، خاصة في السنتين اللي فاتت بحكم التأشيرات صار سهلة، هو وجود المبتعثين الطلبة، فهذه وصرهم صاروا يزورون هناك. يزورون هناك، يعني الطلب على أمريكا بشكل ملاحظ، فما في شك إن السياحة وجهاتها السياحية تغيرت وتنوعت، ويعني مشكلة عند قوم مصائب قوم عند قوم فوائد يعني في هذا الجانب. نعم. مفهوم السياحة، إذا تكلمنا عن مفهوم السياحة، من الوجهات اللي صار عليها ضغط توجه فيها، أتكلم عن دول الخليج. نعم. يعني أتكلم عن فترة الإمارات بشكل عام، اللي هي دبي بشكل خاص، ولحقت بها فترة وفترات أيضا قطر، كان هناك توجه البحرين قطر. نعم. في المرحلة الأخيرة ثم الكويت. المقصد في ذلك أنه مصطلح السياحة ما يخلينا نراجع، يعني إحنا نتكلم عايشين في جغرافية المملكة بالمجمل. نعم. الأغلبية أنها يعني تكلم مناخها حار صيفا دافئ شتاء، في المقابل تتكلم انه لما يروح يقول لك انا رايح اجازتي اقضيها في دبي ولا في قطر ولا في المنامه ولا كذا، يحيلك بان القضيه مش العائق، انه قضيه انك الاجواء ودرجات الحراره، لانه والله ما في فرق بين دبي الظاهر ولا الرياض ولا جده هذاك الزود. يعني في قضية مصطلح السياحة، إيش المعنى هي عند مواطن السعودي؟ إيش معنى السياحة عند المواطن؟ أول شيء لأنه الظاهر أنه استبعدت قضية الأجواء، عادت يعني هذه مستبعدة. أنماط السياحة متعددة، يعني أنماط السياحة متعددة، وأسباب اللي الناس تسافر الأسباب متعددة، الجو واحدة من الأسباب. وكنا نقول زمان يعني لما نتكلم عن الرياض، الرياض أنا أعتبر حقيقة يعني قيل كثير من ذيك الأيام سابقا يعني أنها جهة طاردة، وكنت أقول لا، الرياض حاجة جاذبة لكن لم تكتشف بالشكل الجيد. فكان كنت أضرب مثال أن الصيف في جدة، ناس تروح جدة ورطوبة وحر، يعني لما نتكلم عن الجو، يعني الناس كانت الحين ما تلاقي حجوز، الحين اللي يدور حجوزات ما عاد يلاقي جدة. نعم. فأورلاندو، بضرب مثال في أمريكا، أورلاندو مدينة في فلوريدا فيها ديزني ومجموعة من الأماكن الجذب السياحي، خدمات الترفيه. أيوة. وهي مثلا فلوريدا تأخذ يمكن 40 مليون سائح في السنة، أورلاندو جاذبة جدا، لكن في الصيف وجهة نظري لا تطاق، سواء الجو حار يعني ورطوبة شديدة، وبرغم ذلك يعني الناس يروحون لها. يعني فالجو ليس العامل الأساسي، يعني هو أحد العوامل بشكل مؤثرة. وجدنا أيضا في الوقت الأخير أن بعض السعوديين يروحون مثلا في الصيف إلى دبي. دبي حارة يعني بشكل أو آخر، حار يعني فيها الصيف حر الآخر، لكن هو ليس الجو الحالة، هي مجموعة يعني منظومة متكاملة، حزمة، يعني هي منظومة متكاملة. لما أجي مثلا والله خدمات، لما ألقى خدمات متوفرة لي، لما ألقى مثلا أسواق متوفرة، لما ألقى الأماكن اللي يسمونها الجذب السياحي، ما يسمى الأتراكشنز، الجذب السياحي، هذا إحنا نفتقده بشكل واضح، يعني بشكل واضح وجلي في السعودية، اللي هي ما هي عناصر الجذب السياحي. العناصر اللي عندنا في الجذب السياحي في السعودية أغلبها، وهي عنصر رئيسي ومهم، اللي هي المهرجانات والفعاليات، هي عنصر رئيسي ومهم، ولكن للأسف الشديد يعني بدأ تتكلس. يعني أخذناها مثلا لما بدأت، وبدأت في قوة وانتشرت، يمكن تجي في الصيف أكثر من 40 مدينة ومحافظة في السعودية عندها مهرجانات، لأنها الحقيقة يعني هي عنصر رئيسي وجاذب، لكن التكرار فيها، فيبدأ فيها الملل، عدم التنوع، عدم التغيير، لأن السائح بشكل عام من سماته يعني الملل، إذا ما أعطيته شيء جديد ومتغير يعني يبدأ يمل. طب خلينا نكون يعني شوية صريحين وشفافين، يعني هذه من الأشياء اللي تؤخذ وتنقد على السائح السعودي، حتى كانوا في الخارج يمكن الأجانب، انه بعضهم يقول لك حتى لو عملت كل المهرجانات وبكل المقاييس الموجوده برا وطبقتها في السعوديه، حيظل السائح السعودي يقول لك ابغى اطلع برا. طبعا احنا هالقضيه يعني بقولها، يعني اذا ما تبغى تقولها انت بقولها، هل انه يعني
انه حكايه انه يعني بقول لك ما بما يسمى تحت ذريعه، يعني ذريعه قد تكون عذر اقبح من ذنب، انه يعني زياده حريه يقول لك يعني انه هناك ما حد يساله انت مين ولا ليش جاي ولا ليش رحت ولا كيف جيت. شوف هو اول شيء لا احد ينادي بشفافيه يا ابو ابراهيم، خلك يعني صريح معنا. نعم، اول شيء لا احد ينادي وليس يعني من العقل ولا حتى نصف العقل ان احد ينادي بمنع السياحه برا، يعني مستحيل، يعني مستحيله. في السعوديه دول انسان احرار فيما يذهبون من شاء الله المملكه السعوديه، فهذا لا احد ينادي فيه. لكن هو السؤال اني انا لازم اعمل حاجات جاذبه للسعوديين. يعني لما نتكلم احنا عن السعوديه قبل 10 سنوات والان، السعوديه فيها اماكن جذب سياحي، السعوديه السياحه فيها اعتلت افضل بكثير من اول. لكن هل هي تتماشى مع الطموح؟ هل تتوازى مع يعني ما يرغبه السائح؟ نقول لا، لان عنده بدائل. وش البدائل هذه؟ في دول اخرى. يعني انا خليك انا ما حسأل لنفسي، لو على ما سالت، لكن بسال في مشاهد يمكن حتى ما زار بعض الدول الخليجيه فيستغرب، تلقاه يقعد يقول ايش المفارقه؟ يعني انا بروح مثلا ونتكلم بشفافيه قضيه دبي مثلا الاخوان واشقائنا في دبي، انه وش الزود اللي بروح احصله؟ بروح احصل نفس الرطوبه، بحصل نفس الزحمه، وبحصل اسعار اغلى، يعني حتى في قضيه التسوق اغلى مما هو يعني. فبالتالي ايش الجديد انه حكون انا يعني اطالب بانه تكون عندي ما هو موجود من مهرجانات مثلا في دبي موجود عندي؟ ايش المقارنه يعني؟ في شيء يسمونه يعني انت عندك هنا اجواء براد، عندك اللي يبغى الحر يبغى يروح الحر، نعم، واللي يبغى مكه والمدينه موجوده، والتضاريس والطبيعه والسواحل حتى تنوع السياحي في السعوديه. فايش المبرر انه يقول لك انا اطالب مثلا؟ يعني تتكلم يقول لك والله المقارنه انظر الى دبي، عجز كثير عجز يفهم المقارنه. هو تبغى نتكلم بالصراحه؟ صراحه انا يعني بصراحة انا الوم الحقيقه الاعلام لانه اعلام هو هادف. فبعضيان بعض الاحيان يعني لما ننتقد بقسوه ونمدح الاخرين بافراط فنبدا نسب، يعني دائما اقول مثلا احنا نسب السلعه حقتنا وهي جيده ونمدح الاخر وهي سيئه، ونمدح مثلا سلعة الآخر وسيئة ونسب سلعتنا وهي جيدة. لما أقارن سلعتي بسلعة الآخر سلعتي أفضل منها، لكن لما يجي واحد يقول والله غبار والشوكة كذا وهناك الديار أحلى وأجمل، عندهم نفس الشيء اللي هناك يجيهم يجي. أيوه. فكنت دائما أقول يعني الحقيقة حنا مشكلتنا يعني في السعودية نفس السعوديين، نتكلم على البلاط، أي بلاط على السعوديين للأسف الشديد يعني يسب ينتقد. هو الحق ان ينتقد، ما حد يعني ينفي هذا. تتكلم عن نقد بناء في موقعه. أيوة يعني ما تبغى نقد مطلق. أيوة بالضبط. فنقدي لابد انه يكون ايضا يعني يكون منصف. يكون منصف. يعني انا لما اجي مثلا مناطق انا اتكلم عن مثلا ابها ولا مثلا الباحه ولا الطائف، فيها مشاريع اقيمت حقيقه جيده جدا. قد ما اعطيت يمكن حقها، لان الاعلام لازم يستمر، الدعايه والتسويق لازم يكون مستمر، مو مره وبس يعني. هنا احنا لما ننتقد دائما بلدنا، ننتقد دائما والله عندنا مشاكل وبرا حلو حلو حلو، نبدا نقنع انفسنا ان برا حلو وهنا مو بزين، بينما الحقيقه ليست بالضروره كذلك، قد يكون فيها جزء من ذلك. انا هذا النقاش كله بخليه مدخل في قضيه الاستنزاف السعودي واستغلاله، وعشان كذا بعطيك مثال لواحد من الزملاء ذكر قصه، يعني واسمحوا لي المشاهدين ان ياخذ اليوم وقت من جزء يعني من الخاص بالضيف. ينظر يعني عنده زوجته أشغلته شوي بقضية نروح دبي لا نروح الدوحة لا نروح بريطانيا لا نروح ماليزيا، الدول السياحية المتحدث عنها، وأنه عندنا ما في مكان مناسب. يوم من الأيام لجأ بأنه قال حننزل جدة. جدة معروفة يعني على الأقل في قضية النقد الإعلامي والمتابعة المواطن، قضية الشوارع والحفر والزحام والأجواء الإشكالية هذه. فأخذها ونزل فيها في أوتيل، يعني طبق الممارسات اللي تطبق في الخارج لما أنت رايح دبي ولا تركيا ولا وين، نفس السلوك يعني طبقه في جدة. ينزل في شوارع التحلية والشوارع الرئيسية وطريق الملك، وساكن في من أفضل الفنادق ودخل أفضل المطاعم، ومع سيارة وتوصل وتجيب، وعاش الأجواء اللي كأنه في دول الخليج لما يضرب في الزيارة. نظر هو شخصيا، هو تفاجأ بالسلوك هذا، نظر إلى أنه ردة فعله تجاه جدة، مدينة جدة تحديدا، مختلفة نهائيا عن ما كان ينزل ويدخل في الشقة حقته ويجيب خبز ما هو بشاري من مطعم وكذا. فإنه قضية أنه إحنا لو نعيش في بلدنا في قضية السياحة زي ما احنا بنعيشها في الخارج، لا لترى الصورة نفسها وأجمل مما هي موجودة في البر. لما تكون نظرتك إيجابية. إيه. يعني أنا لا أنك حتى سلوك اللي تطبقه يعني. نعم يا أخي. نعم انزل. نعم في البلد وانزل. نعم في فندق يا أخي خمسة نجوم زي ما تنازل برا، حتشوف. أيوة شيء ثاني. أيوة في الخدمة ولا لا؟ لما يكون مثلا السعودية غالية،
وهناك برا أرخص. دائما أقول قارن تفاح بتفاحة. دائما قارن تفاح بتفاحة. الهيئة السياحة سوت دراسة وجدت مثلا إن يعني تكلفة السائح في السعودية أرخص من تكلفة السائح خارج السعودية. لما أجي فندق وفندق أقارن مثلا فقط فندق ماريت بماريت، شيرتون بشيرتون. لكن أسديد يقارن مثلا شقق مفروشة مثل فندق خمس نجوم، فبالتالي يقول إنه أرخص. لا، أنت قارن تفاح بتفاحة تقال السعودية أرخص. يعني انا اعتقد ان طبعا هناك الاسباب ليش انها رخيصه هناك، لان عندهم حزم تسويقيه، عندهم باكجز حزم تسويقيه تساعد في تخفيض التكلفه عاليه. احنا للاسف الشديد نفتقد هذا الشيء خاصه في فترات الصيف. اصلا الثقافه عند السعودي عنده قناعه انه يطبق. لا اتكلم حتى السعودي، انا لو بروح في ضمن حزمه لما يروح بعائله قله اللي يطبقونه، الا في دول يرى بانه ما يطبق عاداته. يعني يروح على ماليزيا واوروبا يطبق حزمه باكج، بس في الداخل ما يقبل فيها. هو يعني تخيل ابو ابراهيم يقول لك والله انا ما عندي استعداد انا اروح باسرتي واجي واحصل معايا ابو ابراهيم واحنا كسعوديين طالعين في حزمه واحده، كيف؟ والله هي في الداخل اتكلم، في الداخل. نعم يعني الباكج عباره عن اهم شيء عنصر النقل وعنصر السكن. يعني غالبا لو جينا مثلا هي نجحت السعوديه نجاح باهر في حملات العمره. حملات العمره تسوي حمل عمره ويروحون فيها السعوديه، سواء تاخذ بالطائره او الباص مع فندق اربع نجوم خمس نجوم بسعر جدا يعني جاذب، يعني خاصه في ايام رمضان وخلافه. لو طبقت على فتره الصيف، لو طبقت على فتره الاجازات، الاعياد من الاعياد واجازات مثل اليوم الوطني والاخره، لو طبقت هذه وشركات اللي وكلاء سفر السياحه نفذوا هذا الشيء، نفذوا اللي هي الباكجز، والسعوديين سالوا عنها. لو صار السعوديين يسالون هل في باكجز، هل في، لو كان في تخطيط مسبق. يعني مثل من اسباب اجابه على سؤال مثلا انت طرحته قبل شوي في المقدمه، انك السعوديين يعني يتعرضون للاستغلال، سواء من نتكلم عن الخارج او من الداخل. واحده من الاسباب الرئيسيه عدم التخطيط المسبق. انا بسالك ليش السعودي يستغل تحديدا؟ مجموعه من الاسباب، حتى يعني يكون قمة الصراحة، ما يستغل الخليجي مثل ما يستغل السعودي. نعم الخليجي خاصة في الخليج كلهم، خاصة الكويتيين، الكويتيين ما شاء الله عليهم. يعني لا بغض النظر أتكلم حتى في قضية الاستغلال استهداف، أنه لما يجي أنك أنت سعودي بدأ من دول الخليج كلها يتعامل معك بطريقة مختلفة، حتى وإن استغلوا الخليجيين إلا السعودي بطريقة مختلفة. ليش؟ على الأسباب سلمك الله. يعني الشركات الوطنية في البلدان الخليجية ما فيها السعودية، الشركات اللي هناك تنافح عن المواطن، فعلا تنافع، فهي تبحث عن سعر جيد. لما تتكلم مع الشركات الأجنبية فهي تبغى سعر جيد. هنا يعني قد يكون شيء من هذا القبيل موجود، ولكن ليس بالحماس. يعني قد تكون شركات وكلاء الطيران أو وكلاء السفر والسياحة ليس بالحماس، يعني بقدر ما هم يهتم، يعني يهتم لمصالحه الشخصية. لكن هناك لا، تلقاه يدافع يهتم جيبه قصدك. يعني هناك لا، يدافع بقوة، لأنه يعرف إنه له عنصر، إنه له قوة يقدر، فبالتالي يقدر يفرض على، يعني خلينا نقول أطلع من المحيط العربي أو عفوا الخليجي، خليك من الخليجيا عربيا وحتى دوليا، استغلال الاتجاه السعودي ليش؟ أو خليني أقول لك يكون اكثر صدقا، مو في اوروبا وامريكا ما في، ما حد يعيشها. يعني يمكن التجربه في شرق اسيا، من خصائص السعودي للاسف شديد، اتكلم عن برا وحتى داخليا، بس خلينا نتكلم عن برا. للاسف شديد لما يستغل اول شيء يتنازع عن حقه على طول، يعتقد انه خاص الفكه غنيمه. لا، خذ حقك، لو انك في بلد اجنبي برضه خذ حقك. يعني لا، حس بالاحساس انك تاخذ حقك، اذا ضحك عليك لعب عليك طالب بحقك. لو رجعت بلدك طالب، استمر بالايميل، استمر يعني طالب. هنا الاخرين يبدون فعلا يعطونك اهتمام، السعوديين عطوا بسرعه تنازل حقه، بسرعه تنازل حقه. بس يعني طيبه، ما حق سذاجه، طيبه يعني طيبه، وما يبغى شر، ما يبغى مهاوش، ما يبغى يعني الفكه، يعني يبغى فكه. وهذا طبعا من زاويه قد يكون، يعني من زاويه نظره قصيره قد يكون صح، لكن نظره طويله خطا، لك حتى تعرض دائما للابتزاز، حتى تعرض دائما للمشاكل. احنا نفترض تكون مثلا، يعني يفترض انه يكون معنا احد من الاخوان في وزاره الخارجيه للحديث عن هذا الموضوع، على القضايا الخاصه بالسعوديين وابتزازهم سواء للسائح او حتى الان السياحه التعليميه الخاصه باعداد كبيره من المبتعثين. لكن ما يطرق جانب الاستغلال للسعودي في امريكا واوروبا، لانك انت تدخل تشتري زيك زي اي واحد في موسم، وبالعكس يمكن انت كاجنبي داخل البلد لما تطلع التاكس او الضرائب تدفع لك في المطار. عربيا ودول اسيا السعوديين ما ياخذون، يندر جدا ان السعودي ياخذ اللي يسمونه مثل اللي هو الضريبه المسترده لما يغادر، هو ما استخدمها وما طلبها. بس اقصد انه الدوله ما تجبرك، يعني ما قاعد يستنزفوك يضحكوا عليك، عكس لما جيت تتكلم على سبيل المثال دول في شرق اسيا والدول في المحيط ولا في افريقيا ولا حتى عربيا.
انه لا بالعكس يعني يقول لك هذه ب 500 بعد شوي عرف انك سعودي اذا تكلمت قال لك لا 500 دولار بدل 500 ريال يعني محلو. انا اتذكر مثلا في 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 سوريا قبل الاحداث السعودي هناك لما يروح المطعم مثلا يطلب طلبات تجي الفاتوره في طلبات في الفاتوره ما طلبها واسعار غير اللي هنا ولا يسال يدفع على طول فاتوره كم حساب حساب والله كذا يدفع على حساب لا شيك دقق عشان ما يكون في مجال التلاعب المستمر وهذه يعني قد صارت لي يعني في سوريا والحقيقه سبق احد نبهني قال ترى بيصير لك كذا كذا يسوونها وفعلا انتبهت لها يعني هنا وسالت تحتاج يعني تتقن كل دوله تذهب لها جيت عشان ما ينتبهوا لك لا لا اي لا انت قصدي انت لما طالب سعودي بكره ما يسوونها لك لكن لما يشوفك والله انك تتساهل وتتنازل اخره يستمر لا فيك. بس في التنظيمات بعض الدول عندها تشريعات يسمونه سعر الموسم او السائح ما هو مشكله اذا كان تبع الدوله لكن 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 رسمي لما اقصد انه لما يعني يتبين معك مجرد انتباه لهجتك او هاي. شكلك على ما قالوا صحنتك وكذا في غير السعر مباشره ابو ريال ب 20 ريال وابو خمسه ب 1000 وكذا يجب اني انا الزم عطني السعر الرسمي حقك احنا نتكلم هذا في جانب استغلال معين له علاقه بالماده في الغلاء بنتكلم في قضايا لها علاقة باستغلالات مثلا السلوكية الجنسية الأخلاقية واللي يقع فيها كثير أو إن شاء الله أنه ندرة مش كثير عفوا لكن بس يقع فيها ويستهدفون يعني خليني أخذ بس معي بعض الاتصالات إذا أذنت لي عدنان من مكة عدنان تفضل عدنان هلا السلام عليكم حياك الله وعليكم السلام تفضل مساك الله بخير فهد مال وبارك الكريم حياك الله الله يبارك فيك تفضل أخوي لا أطيل عليكم كلام حبيت بس أنتقد بعض الأشياء السياحة السعودية طيب في عندنا غلاء الأسعار بعض الفنادق احنا لا ننكر أن عندنا أجواء في الجنوب الشمال السعودية والمناطق البحرية مناطق منطقة الهبوط في هذه فيها سياحة وإن لقيت فندق في نفس المنطقة تلقى سعره يعني أسعار خيالية وللأسف يعني يديرون بعض العمالة الأجنبية تلقى مدير الفندق أجنبي يرفع السعر عليك يعني بس شاف خيالية أنا وضعت ترى كنت قبل فترة بالأردن يعني ما بين تعرف محافظة حقل والعقبة تابعة للأردن لما كانت الأردن طيب بالله بسألك يا عدنان سؤال معليش خلك صريح معايا الأسعار ما كانت هناك تستغل كون أنك أنت سعودي يضعون لك سعر يختلف عن المقيم عن المواطن الأردني أكيد 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 أكيد, أكيد طيب السعر الأغلى بس انا برضه انا بقول لك على الشيء هذا يعني في لا لا بس ليش السعر غير اذا كان هو النظام ما يسمح له يعني هو تنظيم من صاحب المحل المطعم ولا الخدمه قدم لك بسعر اغلى وترضى انت اذا النظام ما يجيز له ليش تشتكي هنا ولا تشتكي هنا ما في مراقبه ما في شيء انا اضطر يعني اكون بحال اني جاي مسافر من منطقه بعيد مثلا من منطقه الطائف مثلا رايح الربا او تمام ايه انا اكون مسافر تعبان اضطر اني استاجر فندق مسافر جاي من منطقه بعيده فزود عليه السعر اضطر اني اسكن ما هو السؤال يا عدنان ليش ترضى برا ليش ترضى برا انه تشتغل وتزعل من هنا مع انه عندك الحق بالشكوى نظاما هناك وهنا هناك ما عندي غلط برا لا ابدا في اذا كان الفندق او المكان يعني الفندق نفسه يعني اذا كان غير يعني بس عارف ثابت انا سكنت انا اقول لك من نفسي انا اسافر برا كنت اسافر سوريا ومصر فسكنت انا توني قريب في العقبه اسعار يعني اسعار طيبه وعلى سياحه ومطلع على البحر يعني فنادق مطلع على البحر يعني بستاجر تقريبا 350 ريال 400 ريال سعودي انا امسكن في جده في الهيلتون ولا اسكن في فندق في جده بس تكون اسعار فوق 1200 1300 1400 ريال هذه ما اخذت المقارنه وصل صوتك وصل صوتك يا عدنان على كل حال لكن خذ المقارنة الأوضاع اللي عندهم أصلاً وليش سعره يعني ليش سعره هو الآن في الوقت الراهن عمان قارن عمان بجدة ولا بحر الميت بجدة ما تقارن العقل لا بغض النظر أتكلم حتى لو كانت الخدمة خمسة نجوم نفس الأوتيل بس أتكلم قضية إنه الأوضاع السياسية ولا لا قارن مدينة صغيرة مدينة صغيرة زي العقبة صغيرة دائما قارن تفاح بتفاح لا شوف إحنا عندنا مشكلة وهو اللي ذكرها ما حد يقدر ينكرها وهيئة السياحة تتكلم عن ارتفاع أسعار مبالغ فيه وغير منطقي المحلات قد لا تسكنها أتكلم عن المقارنات الخارجية بس في أمور يمكن المواطن السعودي أحيانا يتجاهلها لما قضية إنه رغبتهم في تنمية السياحة واعتمادهم عليها وقضية الأوضاع السياسية المحيطة في المنطقة أثرت في عملية الجذب مهمة عندهم عدنان من مكة شكرا لك يا عدنان اتصال آخر عبد الله من الرياض عبد الله تفضل أبو عبد الله تفضل ولو تكرم تسمعني عن طريق التليفون الله يحييك تفضل ألو مرحبا ألو تفضل يا أبو عبد الله هلا عدنان سامي ابوي تفضل طال عمرك من انشاء السياحه
طبعا السياحة في بلدنا الحمد لله يعني جيدة، وفي عدة أماكن من المملكة، ولكن يمكن على أساس في داخل المملكة الحمد لله عندنا ديننا وعاداتنا، وفي هناك التزام، وفي هنا ولكن قد يكون يسافروا برا يتخلون عن بعض من العادات وبعض من الأشياء، يمكن هذه هي اللي تجذبهم إلى الخروج. أيوه والله السياحة موجودة في المملكة في عدة أماكن. نعم. جميلة ومفيدة، ولكن قد يكون هذا السبب. نعم يا أبو عبد الله، شكرا لك، يعطيك العافية. في السائح السعودي، أنا حرجع للمداخلات الأخوان، لكن أبغى أرجع معك في قضية مهمة اللي هي قضية الاستغلال، يمكن أبو عبد الله أشار لها بجزئية، أنه البعض، ونتمنى إن شاء الله أنها قلة، لكن السلوك اللي يرتكب في الخارج بعضهم يوقع في مآزق، وهذا اللي يخلي البعض أنه تشكلت عصابات وطرق مافيا في قضية استهداف السائح السعودي من دخوله ورصده، حتى اللي يطلعوا بسياراتهم تحديدا في الشحنة وكذا في الفنادق يتابعون مذاهبهم وفين يسهر وفين ينام وفين يأكل وفين كذا، يستهدف في قضية الفتيات، في قضية لا قدر الله مثلا مشروبات، في مخدرات، في غيرها، وبعضهم عن حسن نية يستغل بشكل نطيبة أنه يرغب في المساعدة ويقحم في أمور لا هو واحد من, 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 من أهم الأسباب لأن هذه موجودة اللي ما يكذبها ما يستطيع إيه لا أقول نقول نتكلم عن أسبابها يعني عشان واحد يتلافها عدم التخطيط المسبق. لو واحد خطط التخطيط المسبق مثلا وين بيروح له مع الشركة فحدد يعني خطط تخطيط مسبق لأعماله. أغلب السعوديين للأسف الشديد لما يشتغلون أو يخططون آخره يتعاملون مع أفراد، لكن يفترض يتعامل مع شركات معروفة ومضمونة ومشهورة، ما يتعامل مع أفراد. أنا أغلب السعوديين تلقى والله يتكلم لما يروح لجهة معينة يدور سائق معين أو شخص معين يدبر له كلش في البلد الفلاني. هنا يكون متعرض للابتزاز، لكن لو تكلمت مع شركة مسبقة وتنظم لك برنامجك وتخطط لك مثلا لا خليك من التخطيط، انا اتكلم يعني مثلا واحد بيقول لك يا اخي انا بروح في الخليج ما يحتاج، رايح عند اخواني واهلي وربعي، ما يحتاج انه شركه تنظم لي، حتى لو نظمت له الشركه زي ما تفضلت في الاصل هي الحزمه الترويجيه عباره عن السكن والمواصلات ونقل. نعم. بالتالي حركته في ما تبقى من مواقع سياحيه لو وصل لو وصل الفندق يفترض ان عاده الفنادق يكون عندهم مثل الكونسيرج، اجي اروح اتكلم عطوه مع الكونسيرج، وش اللي موجود عندكم في المدينه حقتكم؟ وش اهم الاماكن الجذابه؟ لا بس اقصد يعني هذه واضحه، انا اتكلم انه يستهدف يعني يتابع، راحوا على البرنامج الموجود وراح عن طريق شركه منضبط 100% ولا عنده اي سلوك خاطئ. هم اغلب خليك اللي ارتكب خطا هذا عادي. لا لا اتكلم عن اسبابها، لانهم يتعاملون مع افراد، التعامل دائما مع الافراد يعرضك للخطر. لانهم افراد يعني، فانت تتعامل مع يعني منشات قائمه. انا لما من البدايه اتعامل مع شركه واخذ حجوزات فندقيه ونقل والاخره كامل، وصلت البلد اللي فيها ابغى اتجول في البلد، البلد فيها في جهات في شركات داخل البلد تعطيك تنظيم كامل. اروح اتكلم عن الكونسيرج اللي موجود في الفندق، اداره الفندق عندها اداره اللي متخصصه بالكونسيرج اللي انت ما تبغى تجاوبني، انت تبغى لا لا انا اقول الناس مشكلتهم يتعاملون مع الافراد. ما اقول لك هو مطبق الضوابط اللي تتكلم عنها في السياحه ما يقابل الناس لا يلتقي كيف ما يلتقي كيف راح مطعم دخل في مطعم اقول يستهدفون. انت مقتنع يا ابو ابراهيم ولا مش مستهدف؟ هو مو تستهدف اجر اقول تعال والله صار فيها اماكن كذا واعطيك اياها بسعر رخيص بسعر مخفض واعمل لك كذا، فينجذب يقول اوكي، فيبدا يتجرج له للسلوك. انا اتكلم عن الشغلات اللي لها سلوك، يعني هو راح زار متحف وزار كذا وزار كذا وما حد جاء يعني احتكوا فيه في موقع، دخلوا الغرفه وضعوا له مخدرات، وضعوا له طيبه، جاب مثلا سلوك اخلاقي الاخلاقيات سلوكيات الاخلاقيات. يعني انا اتصور والله والله اعلم، انا اتصور تكون المبادره من السعودي اصلا. يعني لو جاك احد هنا يعني ما هو بجايك الا واحد يشعر انك انت يعني راغب في شيء فتكون يعني جاء انه هو نفسه يبادر السعودي بيسال عن الشيء هذا يقول ابغى كذا او كذا كذا، فيصير هو المبادر فبلا يلوم الا نفسه يعني هو مشى برجليه للشر. لكن لو جاء الشر ورفضه من البدايه يعني يكون عمل يعني نوع من الحاجز يعني نوع من الحاجز. وانا اتوقع هذه اغلبها اللي مثلا طبعا هم غالبا شباب ما اقدر اقول مثلا يعني نادر جدا تصل الى اسر
لكن هم الشباب تلقاه يعني هو بشكل او اخر يا انه يروح مع رفقه مهي بطيبه 100% او شيء او يبغى والله يستكشف اشياء يرى انها يعني فضول يعني هذا طيب فضول فيهم قال فضول يقول يعني حب الفضول انا ولكن انا اعتقد هذه كلها وراح الانسان يعني خطط له في رحله يعني تكون من جوا شخصيه الانسان طيب قبل اي شيء اخر يعني عندي فقره الصحافه وعبد الرحمن تعب وهو واقف يستناني عبد الرحمن مساء الخير مساء النور الله يعطيك العافية وأهلا بكم مشاهدي الكرام إلى مطالعاتنا الصحفية وأبرز ما تناولته الصحافة حول موضوع حلقة الليلة شركات السياحة واستغلال السائح ونستهل جولتنا بصحيفة الرياض تحت عنوان جيب المواطن هدف شركات السياحة الخارجية حيث قالت الصحيفة إن اعتماد وكالات السفر المحلية على السياحة الخارجية كمجال عمل رئيس تجني من خلاله معظم دخلها يجعلها تكثف جهودها في سبيل إقناع السائح السعودي بالسفر خارج المملكة أما صحيفة سبق فكان عنوان المظهرية حولت السائح السعودي لكبش سهل اصطياده حيث قال خبراء إن ثقافة المظهرية وحب البذخ الذي يعتمد عليه السائح السعودي في الخارج جعلته لقمة سائغة للمحتالين لكن مختصين يؤكدون أن السائح السعودي أصبح أكثر وعيا من الفترات السابقة مشيدين بدور السفارات في تذليل العقبات أمام السائح وإلى صحيفة الاقتصادية بعنوان استغلال السائح السعودي حيث قالت الصحيفة للأسف الشديد فإننا نحن العرب ما زلنا لا نحسن استغلال الظروف والمزايا النسبية التي حبان الله بها إلى جانب نظرتنا القصيرة التي تدعونا لاستغلال الظروف الآنية دون النظر إلى المستقبل الأمر الذي جعل بعض الدول العربية تتحول من الوجهة الأولى للسعوديين إلى آخر خياراتهم ونختم صحفنا لهذه الليلة بصحيفة الرياض تحت عنوان سعودي سائح ارفع عليه السعر حيث أعرب عدد من السياح السعوديين عن تذمرهم مما اعتبروه تمييزا ضدهم في طريقة التعامل التي يجدونها عند سفرهم إلى الخارج لقضاء الإجازة مضيفين أن هناك مبالغة في أسعار الخدمات والمرافق السياحية وتختلف بشكل كبير عن الأسعار المحددة سلفا من قبل الجهات المعنية بتلك البلدان إضافة إلى اختلافها عن الأسعار المطلوبة مشاهدينا الكرام كان هذا كل ما لدينا في جولة الصحفية لهذا اليوم عودة للزميل عثمان وضيف الاستوديو ليك العافية عبد الرحمن شكرا لك يعطيك العافية اهلا بكم مره اخرى ابو ابراهيم مشكله السائح السعودي انه يبغى يعيش في السياحه يعني لما جيت تشوف مثلا ما انه دائما راي المجتمع يطالب بالنظره لاوروبا والغرب في قضيه مقارناته خلينا ناخذ هذا المقارنه نطبقها عليه كيف يكون هذا السائح الاوروبي لما يتجول في العالم ما يبحث عن افخر الاماكن ولا يحاول ياكل افخر انواع الاكل والصرفيه والمبالغ الطائله التي يحملها والبذخ والهدايا وال 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 ينفذ كل اللي يبغاه باقل تكلفه بأقل ما يمكن وسنواته يجمع لها يعني كثير نشاهد ونسمع القصص بأنه الأوروبي هو زوجته يصرف عمره يتقاعد بعدين يروح يبدأ يعمل له سياحة احنا لو يعني تشهد تفتكر يعني كثير من المواقف اللي كانت وزارة التربية والتعليم عندما تعلن يوم عطلة بسبب الأحوال الجوية ما عاد تلقى مكان يفرشون الخيام يفرشون حتى على الشواطئ في الكورنيش وغيرها الثقافة هذه ايه ثقافة البذخ أصلا في السياحة هل هي يعني منطق لا غير منطقية بتاتا أنا أعتقد أن السائح السعودي أو المواطن السعودي للأسف شديد جزء من نمطه في الحياة صاير اللي هو التباهي يعني صار التباهي والتباهي حلو جملة تباهي نعم مش بذخ فقط تباهي هو التباهي الحقيقة وصار ودخل فيها السياحة السياحة دخل تباهي في السياحة يعني من قريب لما طلع الإعلام والدعاية عن السياحة والسياحة الداخلية والسفر البر الأخرى والأول ما كانت بالشكل هذا الآن صار أي واحد ما يسافر وليش ما يسافر صار نوع من التباهي أنت تعرف السفر. القصص زي هذه دكتور نعم يعني تسمع نعم. أنا نعم. أعجب من بعض الزملاء يقول لك أنه عنده يعني مثلا أطفاله يستدين يعني يقول لك انه اطفاله يجون يبكون عنده في البيت انه والله صديقتها ولا فلان راح دبي ليش احنا ما يعني راح فضيحه يقول لك اروح جوا من القضايا الحقيقة التربويه لما يرجعوا مثلا من الصيف الطلبه المدرسه والمدرسه تسال الطالب وين رحت له وين سافرت هذا في التعبير حصه ثابته كيف قضيت العطله الصيفيه وين سافرت له فكان السفر واجب كان الروح لازم فبالتالي الطفل او هنا لما ما يشعر كذا يبدا يقلق
يعني مع العلم أنا كنت مقدم اقتراح الحقيقة من مدة يعني، وكنت كنت أتمنى الحقيقة ينتشر هذا الاقتراح اللي زيارة الأقارب. أنا عندنا مثلا الأطفال هم اللي عنصر رئيسي في السياحة الداخلية يتكلم، لو جاء في فترات الإجازات الصيف وما الصيف والإجازات المعينة وصار الأقارب يستقبلوا أطفالهم، مثلا أولادك يروحون عند أخوه عند عمهم عند أخوك يقعدوا عندهم مثلا مدة شهر شهرين اسمه شهر أو أسبوع أو أسبوعين فيتزورون. الطفل ما يكلف لان السعاده مع من تكون، هو يستانس مع اللي معه. يعني هو الطفل يستانس مع اللي معه اكثر ما يستانس في المكان نفسه. هو مشكلته الواحد تلقى الحين يلا يشوف اخوه، واخوه يمكن في نفس الحي بينهم حي انت باي ودي. لا اتكلم عن العيال، اتكلم عن العيال، انا ما عندهم الفكره. اذا كان تلقى انا ودي تنتشر هل يعني هذه ممكن تطبيقها في الارياف في المحافظات اكثر من المدن؟ لا ابغى مثلا اولاد المدن مثلا او بعكس اولاد الارياف ينتقل عياله، اتكلم عن العيال انا. لان الاب والام ما يحصلون كثير على السفر، ينقلون اولادهم عند عمهم عند خالهم. يا اخي ليش ما يكون، انا بدل الدعوه هذه اللي تدعو لها، ليش ما يكون احنا عندنا والله لها علاقه بقضيه التربيه، احنا عندنا مش ماده سياحيه نسميها لكن ماده الجغرافيا هذه ما يفترض انها تعاد هيكلتها ونخلها من جديد؟ والله على لمعرفة على الواقع يعني يعني تخجل، والله تخجل، وانا اتكلم بكل صراحه اخجل لما يجي احد الزملاء مثلا او الاصدقاء يسالني مثلا انت فلان مثلا الغامدي فين انتم مثلا من منطقتكم، ما يعرف المنطقة يعني منطقة. تخجل اجي انا اسال واحد من اهل الشمال والله ما اعرف مثلا انت الشمال هل انت من عرعر ولا من فين، فما تعرف اصلا بعضهم حتى حدوده اصلا حدود نعم. البلد يعني ويتكلم عن السياحة ويتكلم عن الخدمات. انا اقدر اقول لك حتى ما اجي مثلا للرياض لو اسال ناس في الرياض عن مركز مكتبة التاريخ المربع اللي هو المتحف المركز الوطني هناك ولا عن مثلا المصمك ولا عن اماكن معينة هنا تسالهم قد زرتها يقول ما قد زرتها، وهو من ابناء الرياض وعايش في الرياض فوق 20 30 سنة. هو للأسف الشديد موجود ليش؟ عندنا هذه للأسف الشديد موجودة عندنا أننا ما نعطي. أنا ما ودي أروح للهيئة السياحة، لا هيئة تظل في الأخير يعني ناشئة، هي عنصر لكن ليست هي كل شيء، هي لأن هي عنصر لكن هذا موجودة قبل ما تجي هيئة السياحة بالضبط، يعني المناطق هذه المواقع موجودة قبل ما تجي هيئة السياحة، لكن لأن هذا يعني يفترض إحنا نغير يعني جزء من تفكيرنا، لازم يعني تعرف على منطقتك، تعرف على بلدك، تعرف على اماكن اللي فيها. ايش رايك لو 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 صارت فكره عند مثلا البعض وخلينا نطرحها حتى لها علاقه في الاعلام انه تبحث عن السائح اللي زار السعوديه، خلينا نقول لك لا تكلم عن السعودي في سياحته. نعم ما نبغى، مو مقتنعين الناس فيها، مو مقتنعين لما نقول لا خليني يعني اقول لك جبت لي واحد مثلا من اخواننا في الامارات. نعم ما اهل الامارات تحديدا من دبي اللي نعم. سبق انه زار السعوديه وعنده رغبه وزارها وساح فيها بالسياحه. نعم. يعني محتاج انه مثلا يرجع يعلمنا في اماكننا مواقعنا للاسف الشديد ان يعني مش حقول غريب بس خليني اقول لك خارج الوطن للاسف الشديد يعني سعوديين في مناطقهم لما تجي وقت خلينا نقول الصيف او اوقات السياحه هنا يقول وين اروح له؟ هو نفسه يسال وين اروح له؟ لكن لو اكتشف مدينته اكتشف منطقته في انا اقول الرياض ممكن الرياض تقعد فيها لا يقل عن 10 ايام كاسره لا تقل عن 10 ايام وتكون تجول في اماكن كثيره ما تخلص ما تخلص وهي لكن يبغاك تحطك بلان وتعرف المواقع فين وتطلع لها، لكن الناس خلاص يعرف والله الرياض والله حر وما حر. هل هذه لها علاقه في اللي قلتها لك قبل شوي انك تعيش في مدينتك كسائح روح انزل في نعم في, في فندق وتصرف ابحث عنه وابحث عن مناطق اللي يعني ابحث عن المناطق السياحيه يعني لا تطلع من بيتك ولا من شقتك ولا من فيلا وتقول لي بروح اسوي سياحه في الرياض، لا روح انزل في فندق وتجول زي ما تتجول في الاسواق نعم ولا في البرامج عشان تحس بالرياض يعني اعطيك الصوره اللي موجوده برا ولا لا. مركز المكبس التاريخي اللي في المربع هذا يضاهي مثلاته في اوروبا، يعني منتج حقيقة من أجمل منتجات، لو تسأل السعوديين ولا اللي في الرياض عنه وكم واحد يعني زاره يمكن نسبة قليلة جدا. أنا كنت أتفاجأ للأسف الإخوان أعطونا إياها يمكن في حلقة من حلقات سابقة من فترة ماضية أنه قرابة النصف مليون عدد شوي أقل يمكن 200,000 لا وصل نصف مليون للأسف أنه أغلبه أجانب السعوديين. نعم يعني حتى كان التركيز في على مدارس الأطفال من لا. يعني وهو منطقة من أرقى مناطق يعني يفترض لما عندي مثلا أنا برنامج اللي هو مشكلتنا احنا ما عندنا تور اوبريترز حقيقيين في جانب ما ابغى اسقط على الحلقه الان هو اللي هو قضيه انه الاجهزه الحكوميه في السابق تعاونها حتى مع الجهات في التنميه مثل نعم هذه المواقع هو الحقيقه عشان نكون احنا صادقين هو تقريبا العبء اكثر على القطاع الخاص ايه في هذا الشيء
العب على التروب. لا بس القطاع الخاص كان يقول لك عطني التسهيل يعني. هو يطالب بالترخيص. هو يطالب بالتسهيل. ما حقول لك الدعم المادي بقدر ما هو يطالب بالتسهيل. الرخصة المنح التصريح. مثلا أنا لو بسوي مثلا باص سياحي مثلا بسوي باص سياحي في مدينة الرياض مثلا أو مثلا في مكة مكرمة أو مدينة منورة أو في مناطق مثلا عندكم مثلا في الباحة أو مثلا أبها أو الطائف في مناطق غنية الحقيقة بتراثها وغنية بمجمع الأشياء وبعمل باص سياحي وبغى يتجول في المناطق هذه. يبغى له ترخيص من المرور، ترخيص من النقل ومن السياحة ومن النقل يمكن يعني ومن السياحة ومن الأمانة ومن يعني هنا وهي تسهيلات يعني هي هو اللي يقوم بالعمل هذا هو قطاع خاص مو بالجهات الحكومية. واعد القطاع في المملكة، هو واعد جدا، هو واعد جدا لكنه محتاج إلى دعم. يعني أنا أذكر الإخوان في النقل الجماعي يعني الأستاذ خالد الحيل ذكرنا مرة أنه في شركة نقل جماعي حاولوا يعملوا التجربة هذه وواجهتهم صعوبة، وهي شركة صعوبة تنظيمية من الجهات الرسمية يعني إجراءات إجرائية يعني كانت تحديات إجرائية وهي تنشط الحركة بالنسبة للسعوديين. لما أعملك والله مثل نصف يوم رحلة تشوف كذا تشوف كذا تشوف كذا متأكد السعوديين بيروحون، بالذات بعض الأحيان ودك واحد يخدمك ما ودك تقعد تلف أنت بموتر. طيب خلينا ناخذ اتصالات. معايا اتصال لمن؟ مين معانا في الاتصالات؟ تفضل عبد الله. السلام عليكم. حياك الله. وعليكم السلام. مساء الخير اخو الفاضل. مساء الانوار. حياك الله. تفضل عبد الله. اخوي بالنسبه للسياحه السياحه الداخليه في المملكه العربيه السعوديه ما في سياحه. هذه نقطة. أنا لما أبغى أطلع ليش يا عبد الله؟ عبد الله ليش ما في سياحة؟ ليش يعني ليش أنت سوداوية نظرتك كذا؟ ليش لا مش سوداوية أخوي. أنا خلني أنا أتكلم معك بالمنطق. أنا الحين أبغى أطلع أنا والعائلة أوكي بدل ما أروح جدة أو أروح أبها أحسن لي أروح دبي. ليه؟ طبعا دبي غالية لكن في مستوى جدة في مستوى سؤالي هذا هو السؤال. ليش يا عبد الله؟ ليش؟ من ناحيه الاسعار، من ناحيه الخدمات، البنيه التحتيه اوكي ما في بنيه تحتيه. كم تصرف عبد الله؟ عبد الله انا معليش بطول معك شوي باخذ فرصه معك. توكل على كم تجلس في دبي مثلا؟ لو رحت دبي كم تجلس في رحلتك الصيفيه او الاجازه مع العائله؟ كم المده؟ انا توني جاي قبل يومين. كم جلست؟ جلست 8 ايام. طيب 8 ايام ومعك افراد الاسره كامله؟ لا انت وزوجتك بس؟ معي اثنين. معي نعم انا والزوج. طيب انت وزوجتك كم صرفتم في 8 ايام بامانه يعني؟ بالامانه السكن يمكن في حدود 500 ريال فندق 5 نجوم. لا عطني الباكج حقك كله كم كان؟ نقول 10,000. اي ناس في 8 ايام شامل التذاكر والسكن والاكل والهدايا وكل شيء؟ شامل لا ما في هدايا بدون هدايا. ايه 10,000. معدل 300 ريال. انا حجزت تذاكر قبل شهرين كان سعر رمزي. طيب جيد وهذا ساعدني تمام حوالي يمكن 800 ريال 900 ريال رايح جاي الفندق انا. الفندق انا حاجزه عن طريق البوكينج اوكي وكان السعر تقريبا ب 400 وحاجه. طيب 5 نجوم اوكي قبل شهرين. قبل شهرين الفندق حاجزه قبل شهرين. طيب انا نفسي. اي نعم. طيب المواصلات عندي المترو اوكي يعني رايح جاي يمكن في اليوم ب 20 درهم. يعني انت صرفت يعني في رحلتك من الفها الى ياها 10,000 معدل 1200 ريال. اي نعم لكن لو رحت هنا ابها 200 كيلو بصرف يمكن 15,000. طيب ليه؟ سؤال ليه؟ سؤال بسالك سؤال انا الحين معليش عبد الله. ما حقول لك روح ابها، بقول لك روح جده طيب ولا روح الرياض وتعال انزل هنا في فندق الريتس ولا الفيصليه ولا المملكه ولا وين ما تبغى اختار اي فندق. بس هل حتطلع جوة بلدك انت وزوجتك وتخلي اولادك ولا حتاخذهم معك بامانه؟ لا بدون مستعد انت يعني لو توفر لك رحله من اروع الرحلات جوة البلد في جده او في الرياض وتشوفها بطريقه عمرك ما قد شفتها بقريب من التكلفه ولا اقل وازود من 8 ايام تسويها ولا لا؟ لا بروح برا. ليه؟ اولا الترافيك بالنسبه لجده ما الترافيك يعني انا ابغى اروح ارتاح ماني برايح الوجع الراس جده
زحمة غير طبيعية. لما تطلع دبي هذا من كثر السياحة يا عبد الله، من كثر السياح في جدة ما شاء الله، مهرجاناتها بدت. لا ما في فيها حجاج لا أكثر ولا أقل، معتمرين. وبعدين أنت عبد الله ترى أنت على فكرة أنت عارف أنك أنت خططت لرحلتك قبل شهرين واخترت وقت اصلا السيزون هو الموسم عندهم موسم تخفيض، يعني اختبارات السعوديه يصبر لهم اسبوع وتشوف ايش يصير في دبي وفي ذا الاسعار. تؤمن بالله امنا بالله. عندي رحله الى اوروبا. ايه؟ اوكي انا وانا وافراد العائله كامله. ايه؟ 7 اشخاص. اوكي. ايه؟ 7 اشخاص وانا حاجز ومرتب رحلتي الى اربع دول في اوروبا. تمام. طيب. ايه؟ ودافع وجاهز وكل حاجه تمام. كم؟ لو اروح جده دفعت نفس التكلفه ونفس المصاريف. كم التكلفة هذه 7 أشخاص؟ كم مدتها؟ ليش كيف تدفع جدا؟ ليش تدفع؟ سؤال ليش تدفع؟ اللي هي حوالي 17 يوم، أوكي؟ إيه. السكن ما بين 4 نجوم إلى 5 نجوم. لا عطني كم دفعته؟ أنت حتصرف هدايا وحتشتري الأولاد، بس كم تقريبا؟ 20,000؟ الهدايا شيل الهدايا، ما يجي قاموس الهدايا. الهدايا برا مو مشكلة، لكن بس يا عبد الله، أمسك سؤال يا عبد الله، يعني لو أنت بتسويها في جدة، كيف حتعملها في جدة؟ من ناحية إيش؟ يعني انت في قلت يعني في شركه، يعني المبلغ هذا حتدفعه، انت تقول حتدفع اكثر منه او زيه في جده، ليش؟ كيف تسوي سياحك في جده؟ كيف بتنظمها؟ هل اولا السكن إيه، كيف حيتم السكن؟ لو بغيت الان تستاجر بتضطر انك تاخذ لك 3 غرف أو 4، اوكي؟ لان افراد العائله حوالي 7 اشخاص. وهناك وفي اوروبا عندي غرفتين، اوكي، كل غرفه فيها 3 اشخاص، كلفتني 17 يوم 30,000 ريال. إيه كيف تمت في اوروبا وكيف ترى انها تتم في جده؟ كيف تمت في اوروبا؟ انت كيف سويتها في اوروبا وكيف حتسويها في جده؟ هل هي بنفس الطريقه ولا مختلف؟ اي نعم نفس الطريقه. وش حتسوي في جده؟ هل تكلم فندق مباشره ولا عن طريق المكاتب؟ انا اخش على البوكينج، اوكي. انا حجز ذاتي عن طريق ايوه معي؟ ايوه. احنا معلش اخوي فاضل، انا والله العظيم اتمنى انه السياحه في المملكه العربيه السعوديه، والله البوكينج في السعوديه اسعار جيده، في السعوديه اسعار جيده. نتمنى، لكن معلش اذا بتروح الابها، اعطيك ابها 200 كيلو قريب مني، اوكي؟ نعم. اذا بروح ما بلادي الخدمات الضروريه في اي منتزه او في اي منتجع او في اي مكان اطلع انا واسرتي ما تلاقي شيء، ما في شيء يحمل. يمكن لا. يعطيك العافية يا عبد الله. أنا شاكر لك عبد الله، لا تقطعوا الاتصال، خلوا معي عبد الله يعطيك عشان بس الوقت. عبد الله أنا ما عاد عندي وقت، أنا والله بيني وبينك استمتعت بالمشاركة معك. نص دقيقة. لا كثيرة واجدة، ما عندي والله ما عندي إمكانية. عموما وصل صوتك، يعطيك الصحة والعافية، وإن شاء الله احنا نتفق معك إنه في إشكالية يعني، بس ما هي كبيرة ولا هي هذيك العائق، في فعلا بالذات على الأقل في بعض المناطق بعيدا عن المناطق الرئيسية في المملكة تحتاج لسه كثير من الخدمات. وتكلم توجه الدولة والمستثمرين في إنشاء، يتكلم مثلا ما يقول أبها ولا الباحة، يمكن هي كلها فندقين، فحتى أصلا التوجه لهذا الجانب لسه يعني بادي، فنتحمل ومعاك في هذا الجانب. لكن نتكلم لك حتى على مستوى المدن اللي متاح فيها في السعودية، أتمنى أنها ترتقي. بس شكرا لك على مداخلتك، أعطاني يعني نموذج. أنا أعتقد بالنسبة للسكن بالنسبة للسعودية في السعودية، أنا أعتقد المشكلة أصلا الكبرى في السياحة عندنا. أنا أعتقد وجود ما يسمى الفرانشايز، امتياز جاري للوحدات السكن المفروشة، للشقق المفروشة، أعتقد أنها إتز ماست. يعني أنا أعتقد أنه لازم التركيز على هذا الجانب، أن أقوي الشركات اللي تعطي امتياز جاري لشقق مفروشة عشان تكون الكواليتي الجودة والمواصفات واحدة وقوية نعم. فبالتالي أنا كسائح أطمئن جدا للاسم، قضية الشقق المفروشة الآن أغلبها عماير محولة وفيها جيد وفيها رديء، والإنسان ما يدري تكون مفاجآت له. لكن لو ركز تركيز شديد على بنظام ما يسمى امتياز جاري الفرانشايز، بدأت وحدات سكن مفروشة وشقق مفروشة، أنا أعتقد بتطور في النوعية بالنسبه للسائح السعودي في السكن لواء السياحي، حيتطور بشكل ملحوظ وجيد. يعني يعطيك الصحه والعافيه، كل الشكر لك ابو ابراهيم. الاستاذ محمد المعجر رئيس اللجنه السياحيه في الغرفه التجاريه الصناعيه في الرياض، شكرا لك. يا هلا والله مرحبتين، وموسم ان شاء الله سعيد لكل المواطنين والمواطنات ولكل الزوار لهذا البلد. المملكة وجهة سياحية أصبحت أصلا، يعني حتى لو إحنا اقتنعنا رضينا يعني إحنا نطلع برا، بس في غيرنا يجي من برا يزورنا، بعيد كل البعد عن قضية السياحة بما يسمى بالسياحة الدينية، الحج والعمرة، كثير يزور هذه البلد بس إحنا ما نحس. وعموما سلوك طبيعي فطري عند الإنسان، دائما يبحث عما
غير مألوف لديه استكشف محاولة الاستكشاف حق مشروع له طبيعي جدا، بس أنه هذا النقد إن شاء الله أنه يرتقي بهذه الخدمات مجملا ليس فقط للسياحة، لخدمات أساسية في البلد ننهض فيها جميعا وتكون وجهة جيدة. كل الشكر عموما لضيفي الكريم، كل الشكر لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. نلتقي بكم بمشيئة الله يوم غد في حلقة جديدة. استودعتكم الله في أمان الله. يعطيك العافية. أدري إنك في خريس في وسط الزحمة وعرقك يصب، الجو فظيع جدا. أنا الحين في بحيرة ليدو، مطر وخير ونعمة، الحمد لله يا رب. يبغى لحم قالوا كل ما أريد، لحم تيس صغير وقليل من الفاكهة، ويا حبذا حليب مع زنبار. كيف أفهمها؟ ما أقدر، يا ليتني درست. العلام حلو، خلنا نروح ناكل خبز وجبنة عشاي أفضل. شكرا. تونا الحين ماخذين تيس صغير نصلخه. قشره كويس يا صديق. ايوه. هذا كم فلوس؟ هذا 500 200 ريال. والله من الرخص. اقول لك اذبح اثنين. ايوه اذبح اثنين. 200 ريال؟ ايوه اثنين، مو بواحد اثنين. ايوه خلني اكل لحم لين تطق اذني. ايوه.